مجموعة جديدة من هواتف شاومي تتلقى التحديثات MIUI 13 مع أندرويد 12. كونوا معنا من خلال هذا الفيديو، خلينا نشوف إيش الأجهزة اللي أجاها التحديثات اليوم وخلال الأيام السابقة. لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد، وخلينا نروح نشوف التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم إيهاب الصرفندي من قناة إيهاب تي في. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله مبسوطين. وزي ما احنا شايفين أمامنا عندنا جهاز اللي هو البوكو اف 3 الإصدار العالمي. هذا الجهاز أخذ تحديث زي ما انتم شايفين 13.0.2 على الأندرويد 12، وهذا التحديث وصل اليوم. التحديث هذا الآن للمسجلين، وهذا التحديث تقدر أي واحد ينزله من الناس اللي سجلوا معنا. إذا أنت من المسجلين تقدر تنزله، وإذا أنت مش من المسجلين استنى خلال أيام بيكون إن شاء الله التحديث كويس بينزل إلى الجميع. كيف إذا أنت حابب تدخل في عملية التسجيل، في فيديو أحط لك إياه في العلامة البيضاء إذا حابب تسجل. من ضمن هذا التحديث للبوكو أف 3، طبعا البوكو أف 3 الآن الإصدار العالمي حصل على تحديث 13 مع أندرويد 12، والإصدار الهندي اللي بسموه مي 11X. هذا التحديث طبعا أجاله الشريط الجانبي اللي هو هذا في كل التحديثات بيجي الشريط الجانبي وين بنلاقيه. تيجي طبعا هذا مركز التحكم، نقدر ننزله احنا بشكل يدوي وعملنا اكثر من فيديو عليه. تيجي هنا على الاعدادات، وبعدين عندنا الميزات الخاصه. بعد الميزات الخاصه في عندنا الشريط الجانبي، وهذا بيجي مع كل التحديثات مع اندرويد 12 وواجهه 13. التحديث اللي اجى معاه هذا كل الكلام المكتوب امامكم، هذا اجى مع التحديث البوكو اف 3 اللي هو بالنسبه للشريط الجانبي والاشياء الاخرى وتحديث الامان اللي موجود. هنحكي عن التحديث ان شاء الله في فيديو ثاني. عندنا كمان اللي هو شاومي 11 تي، اخذ تحديث 13.0.2 الاصدار ايضا هذا العالمي، وهذا التحديث واصل الان لكل الناس. المفروض انت الان يصلك التحديث ويكون عندك، اذا مش واصلك التحديث في عندنا فيديو في صندوق الوصف كيف تحدث اي جهاز لشاومي وموجود على القناه. وهذا التحديث للاصدار العالمي بالمواصفات اللي هو تحديث امان اجل لشهر واحد، وهذا التحديث الان متاح لكل النسخ من شاومي 11 تي. وهي الاندرويد اللي معاه الاندرويد 12 شاومي 11T. بالنسبة للبوكو اكس 3 برو كل النسخ اخذت تحديث 13 مع اندرويد 12، ولكن في عنا نسخة الاصدار التركي والروسي الان لسه للمسجلين، هيصدر عدها صدرت للجميع. الريدمي 9T اجاله تحديث اللي هو 12.5.9 على اندرويد 11، وعملت فيديو عليه وورجيناكم التحديث وموجود الفيديو على القناة، وهي الفيديو موجود كمان على التليجرام. عندنا هنا النوت 8 برو الاندونيسي اخذ تحديث 12.5.5 على اندرويد 11، وهو النوع التحديث ريكفري روم واوتي. الاوتي بيكون على 4 بصير على 5. شاومي 11 لايت ال 5G الان اي التركي حصل على تحديث 13.0.1 اندرويد 12. شاومي 11 لايت 5G ان اي الصيني حصل على تحديث 13.0.1 اندرويد 12. هنا الغريب انه شاومي 11 لايت 5G ان اي حصل النسخة الصيني بعد النسخة العالمية، يعني تقريبا اخر واحد هو حصل، ما نستغرب من الموضوع. ريدمي كي 30 اس الترا الصيني حصل على تحديث 13.04 والاو تي اي 13.0.1. الكي 30 برو، هذا الكي 30 برو الصيني حصل على تحديث 13.0.2 والاو تي اي 13.0.1. المي 10 تي لايت التايواني حصل على تحديث اندرويد 11 مع 12.5.4 وبيكون عندنا 12.5.2 في الاو تي اي. البوكو اكس 3 برو هي التركي حصل على تحديث 13.0.1 على الاندرويد اللي هو الاندرويد 12. وعندنا هنا المي 11 او شاومي 11 تي الروسي حصل على 13.0.1 اندرويد 12. البوكو اكس 3 برو احنا حكينا الهند الان متاح للجميع وحكينا عن الفيديو وعملنا تحديث له وورجيناكم كيف. شاومي 11 اللي هو بوكو اكس 3 برو الاصدار الهندي 13.0.1 اندرويد 12، وهي رابط التحديث وانا هنا حكيت لكم هنا متاح الى الجميع. واذا مش عارف تنزله هاي في عندنا هنا منزلين احنا في الفيديو كيف تنزل تحديث 13 لاي جهاز من شاومي. وهنا سيتم اطلاق جهاز بوكو اكس 4 برو في اللي هو الهند في 28/3. والان انا قلت لكم البوكو اكس 3 برو اصبح متاح للجميع، اللي هو واللي مش عارف ينزل التحديث هينزله من خلال الفيديو. المي 11 الاندونيسي حصل على 13.0.1 اندرويد 12. هذا المي 11 اللي هو الاندونيسي، ونسخه هذه نسخه مستقره وهي الرابط تبعها. الريدمي نوت 10 الصيني حصل على تحديث 13.0.3 على اندرويد 12.
وهنا وصلنا اللي هو جهاز جديد والفيديو ان شاء الله في الطريق. ريدمي 10 سي الهندي حصل على تحديث 13.0.4 على اندرويد 11. هاي الجهاز شو اسمه الجهاز هذا اكتبوا لنا. واضح مو مبين. ريدمي نوت 10 الهندي حصل على تحديث 12.5.6. الشاومي 11T برو ياباني، هاي النسخة اليابانية الـ 11T برو حصل على تحديث 13.0.4، والنسخة العالمية عندنا النسخة العالمية أيضا هيها حصلت على تحديث 13 من قبل النسخة اليابانية، وهي أول نسخة تقريبا حصلت على التحديث. وعندنا فيديو كيف تحول الشريط من الرصاصي إلى الشفاف على القناة الثانية اسمها إيهاب تي في بلس، موجود الفيديو. لو كتبت تحويل رصاص شفاف إيهاب تي في بلس بتطلع لك الفيديو. وفي عندنا هنا ميزة حلوة كتير بتقدر تشوفها تستفيد منها كتير موجودة على القناة. ومشكلة اللي هنا المايك والفيديو والعلامة الخضراء والعلامة الخضراء اللي بيطلعوا في الجهاز بعد التحديثات، كيف انت تحل هذه المشكلة اذا بدك تحلها. وفي هنا بالنسبة للبطارية البوك اكس 3 برو الروسي هيو الان متاح للمسجلين، وخلال 48 ساعة ان شاء الله بيكون متاح للكل. بالنسبة للاصدار الروسي البوك اكس 3 برو 13.0.1 على اندرويد 12. الميتن الأوروبي أخذ تحديث جديد ورجعوه، مش عارف نزلوه وبعدين للمسجلين وبعدين نزلوا تحديث تاني 13.0.1 أندرويد 12 لهذا الميتن الأوروبي. الشاومي 11T الأندونيسي حصل أيضا على تحديث 13 مع أندرويد 12 13.0.1. الميتن برو الصيني حصل على تحديث جديد 13.0.3، وهذا مبارك عليكم يا غاليين اللي هو البوكو F3 اللي قلنا لكم قبل شوي عنه أول الفيديو. والآن هذا الفيديو للمسجلين برقم 13.0 هيو 13.0.2، ورجناكم التحديث وهيو رابط التحديث اللي حابب ينزل التحديث. ريدمي نوت 10 الصيني حصل على تحديث 13.0.4 كان 3 وصار 4. الميتين تي والميتين تي برو لسه لحتى الآن على 12.5. النسخة هذه بس النسخة الهندية 12.5.4 و كانت 12.5.3 برضو اندرويد لسه اندرويد 11 مش 12. والبوكو اف 3 هذه اللي هو التحسينات اللي اجت في التحديث الجديد اللي هو بالنسبه للبوكو اف 3 الاصدار العالمي. الميتن طلع هنا الميتن 12.5.8 نزلوا له تحديث اول شيء. هاي لو لاحظت هنا الميتن اللي قبله منزلينه 13 ورجعوا نزلوا له. طبعا هذاك لمين نازل اللي نزلوا للمسجلين وبعدها شلوه، يعني ممكن يكون في مشكله او شيء ونزلوا التحديث هذا بداله. فبالتالي اللي نزلوا ممكن يكون في مشكله بعدين بيحلوها بنزلوا رقم تحديث بغيروا رقم التحديث وبنزلوا تحديث اخر جديد. شاومي 11T برو الروسي حصل على تحديث 13.0.1، والميتن اس الصيني ايضا حصل على تحديث 13.0.3. وهنا عندنا اللي هو هذا طبعا واجه 12 مع 13 للاف 30 زي ما حكينا لكم. وعندنا هنا تحديث اخر تحديث وصل لحد تصوير هذا الفيديو ريدمي نوت 11 اي الصيني 13.0.3 على الاندرويد 12 وهو ريكفري روم واو تي اي. الان احنا بنستنى تحديث الان الميتن تي والميتن تي برو النسخه العالميه يجي له تحديث. النسخه الصينيه اجالها تحديث والان ننتظر النسخه العالميه على حرم النجار خلال ان شاء الله خلال الايام هذه زي ما حكينا لكم البوكو اف 3 خلال الايام هذه والحمد لله هي نزل. فان شاء الله التحديثات على قدم وساق والامور ماشيه يعني بشكل سريع. الى هنا بنختم الفيديو بنقول لكم ان شاء الله نلتقي في فيديو جديد في تحديثات جديده وفي امور جديده ان شاء الله. لا تنسى الدعم بالاعجاب والاشتراك في القناه وتفعل الجرس علشان يصلك كل جديد. وهي البوكو اف 3 وصل له التحديث اللي كنا بننتظره واللي حكينا عنه. نلتقي ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.